اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش بيض مسلوق بس بصوص رانش. هنطلع فاصل ونرجع نعمل الساندويتش. رجعنا عشان نعمل الساندويتش. هنعمل بيض مسلوق بصوص رانش. المكونات: بيض مسلوق، حلقات طماطم، والصوص الرانش هنستعمل مايونيز وشويه بصل، بودره بصل وبودره ثوم، شبت مجفف وبقدونس مجفف، بودره خردل او اللي هي المستردة، وهنستعمل شويه لبن بودره عشان خاطر بس نظبط القوام بتاع الصوص. وساندويتش بسيط والصوص بتاعه ليه طعمه مميز، بيستعملوه في كذا حاجه، بس احنا النهارده هنجربه مع البيض المسلوق. اكتر من معلقه نضيف شبت المجفف، حوالي ربع معلقه كبيره بقدونس، برضو ربع معلقه بودرة البصل، بودرة الثوم، بودرة المستردة أو الخردل، قلب تقليبة رشة ملح وفلفل، نشيل المكونات. الصوص ده على فكره ممكن يتعمل منه مجفف، اللي هو بتتعمل بنفس المكونات بس ما بتحطش المايونيز. وقت ما تحب تستعمله ممكن يضاف عليه المايونيز يبقى جاهز، او ممكن يضاف عليه لبن، او يضاف عليه لو مش عايز تحط مايونيز يعني ممكن تحطه لبن او زبادي حتى او كريمه، يعني بيبقى ليه كذا طريقه. بس الميزه ان هو ممكن تشيله وهو مجفف، كل ما بيقعد اكتر في البرطمان كل ما بيدي طعم احلى بعد كده لما تيجي تستعمله. نجيب الطبق نستعمل عيش كايزر، نحط الطماطم كم واحدة كده كويسين، طماطم هتضيف طعم حلو جدا في الساندويتش. املوه بدل ما يعني هتحتاجوا تعملوا منه اكتر من ساندويتش، املوا ساندويتش كويس كده. الساندويتش بتاعنا جاهز، ساندويتش بيض مسلوق بصوص رانش، ساندويتش حاجه ساقعه لا نوشه.
رجعنا عشان نعمل العصير، والنهارده هنعمل كوكتيل فواكه بالايس كريم. المكونات ايس كريم فانيليا واناناس معلب، وهنستعمل برضو الميه بتاعت الاناناس المعلب، وهنستعمل شويه بودره عصير فواكه اللي هو بيبقى مجفف، مانجا وفراوله وبرتقان واناناس. نبتدي نحط الايس كريم الاول عشان خاطر يتخلط كده في الاول كويس. اناناس هنبقى كويسين. ميه، بعد كده نحط بقى معلقه من اللي هي العصاير البودره، طبعا اسهل ان هو يدي طعم بتاع كوكتيل بابسط الحلول. نجرب نخلط، لو احتاجنا نزود ميه هنزود. محتاجناش نزود ميه. كوكتيل فراوله ومانجا برتقان واناناس بالايس كريم. كده العصير بتاعنا جاهز، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا.